على نار كل جاي هرولي بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين للآخرين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. انتهى بنا الدرس الماضي إلى التعرف على الوزن السادس من أوزان الشعر الشعبي وهو الفائزي، وقلنا أنه ينسب يعني أول من نظمه الملا علي بن فائز الأحسائي، وأصله مركب من مجزوء المقتضب زائد مستفعلات، يعني ميزانه مستفعل مستفعل مستفعلات. مثاله: هل نوح يا زهرة على منه تنوحين، نوحج على المسموم لو نوحج على حسين. صدت نادت والدمع بالخد بادي، صدت نادت والدمع بالخد بادي، إن تسألوني يا خلق كلهم أولادي، لكن مصاب حسين ساطي في فؤادي. وأعظم علي لو نعى الناعي على حسين. طبعا ستلاحظون في شعر الخليج العربي والأهواز عدم الاكتراث بقاعدة عدم جواز تكرار القافية في الشعر الشعبي. في الشعر الفصيح، في الشعر العمودي، يحق للشاعر أن يعيد القافية نفس الكلمة بعد سبعة أبيات، يعني إلى حق أن يعيد نفس الكلمة بعد سبع أبيات، ولكن في الشعر الشعبي لا يحق له أن يعيد الكلمة، يجب أن يأتي بكلمة من نفس الروي ونفس القافية ولكن كلمة أخرى. وهذا ما لم يكترث له لا ابن فائز المرحوم ولا ملا عطية ولا غالبية شعراء الأحساء والقطيف والأهواز والبحرين. مثال على ما نقول: هل نوح يا زهرة على منه تنوحين، نوحج على المسموم لو نوحج على حسين. إذن حسين جاءت في المستهل في المطلع. كذلك الربط الأول: وأعظم علي لو نعى الناعي على حسين. وكل المصايب هونتها مصيبة حسين. إذن راح يجيب حسين فت خمس ست مرات، وهذا غير جائز في الشعر الشعبي أبدا، ولكن تساهل من عندنا لأن الموضوع متكامل والأبيات محفورة في ضمير الأجيال، يعني كل الناس حافظين هذه الأبيات فسنؤديها كما هي تخليدا لذكرى هؤلاء الشعراء الذين أخلصوا الطاعة لله جل وعلا
ونذروا أنفسهم لخدمة منبر الإمام الحسين عليه السلام. وكل عمل مخلص لله تعالى يتخلد عبر الأيام. شوفوا الآن تائية دعبل ابن علي الخزاعي رحمة الله عليه، بدأنا فيها في دورتنا لخلود القصيدة. ما من خطيب في العالم يقرأ إلا ويكمل أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. سأقرأ الفائزي بطور القطيفي أولا ونكرر مع بعض بإذن الله تعالى المرة الثانية. نوح يا زهرة على منه تنوحين، نوحج على المسموم لا نوحج عيد عيد. النوح يا زهرة على نوحج على المسموم لا نوحج. صدت ونادت والدمع في الخد بادي، انت سألوني يا خلق كلهم أولادي، لكن مصاب حسين ساطي في فؤادي، واعظم علي لون عاهي على حسين. بارك الله بكم، عيدوا لي مرة أخيرة بالطور القطيف من الأول. هالنوح يا زهرة على نوحج على المسموم لا نوحج على حسين، والدمع في الخد بعدي، انت سألوني يا خلق كلهم أولادي، لكن مصاب حسين ساطي في واعظم علي لون عناعي على حسين. بارك الله بكم، بارك الله بكم. حقيقة أرى فيكم سيطرة كاملة على هذا الطور القطيفي وهذه الأبيات النابعة من نفس البيئة. زين، راح نقرأ الأبيات نفسها بطور البحراني، تجدون في حرارة أكثر، تفاعل أكثر، ولكن جهد أكبر. النوح يا زهرة على منو تنوحين، نوحج على المسموم نوحج على حسين، عيد عيد. هالنوح يا زهرة على نوحج على المسموم نوحج على حسين، صدت ونادت والدمع في الخد بادي، انت سألوني يا خلق كلهم أولادي، لكن مصاب حسين ساطي في فؤادي، واعظم علي لا نعى على حسين. إذن تجدون أن هذا الطور وكأنه خلق
لأجل هذا الوزن، خلق لأجل هذا الوزن. وكما يقال في المثل الشعبي، جاي هذا الطور حفر وتنزيل مع هذا الوزن الشعري. أما إذا أردنا أن نقرأه بالمثكل في أجواء ما يستسيغون، لا الطور القطيفي ولا الطور البحراني، كيف نقرأ؟ نقرأ بالمثكل العراقي هكذا: النوح يا زرع على منه تنوحين، هي ناحش على المسموع، على حسين والله صدت ونادت والدمع في الخد بادي، اي لا تسألوني يا خلق كلهم أولادي، لكن مصاب حسين سطي في فؤادي، وأعظم علي لا نعى الناعي علي على حسين. أجركم الله، حقيقة أداء مميز، وأثبتتم من خلال هذه الدورة المباركة سعيكم المخلص من أجل تعلم فنون الخطاب الحسينية بأدق التفاصيل. الوزن التالي الذي يجب أن نطلع عليه والذي لا يصلح للرثاء هو الوزن السريع، اسمه سريع، وأصله في بحور الشعر العربي كذلك السريع، يعني السريع في الفصحى هو السريع في الشعبي. يصلح هذا الوزن لللطميات الحسينية ولا يصلح، بل لم يسبق لأحد من الخطباء أن قرأ من هذه الأبيات رثاء لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. ميزانه مستفعل مستفعل فاعل، آية قرآنية تزن لكم البحر السريع. قلنا يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، أو اليوم أكملت لكم دينكم. هذا هو وزن السريع. البحر السريع قلنا لا يصلح إلا للطم، ولم نعهد خطيبا من الخطباء ابتكر طورا لأداء هذا الوزن الشعري. مثاله هذه قصيدة للشاعر الشهيد السيد علي الموسوي الكاظمي طيب الله ثراه وجعل الجنة مأواه، وعرفه بسيده ومولاه الحسين عليه السلام. يقول فيها: عهد النضال لأمتك ناجزة يا حسين وانت الرابح الجائزة. ويقرأ هذا الوزن بأطوار عديدة، منها
هذا الطور الذي قرئ سنة 1976 في حرم الإمامين الجوادين عليهما السلام. عهدين نضال الأمتك ناجزة، عهدين نضال أمتك ناجزة، يا حسين وانت رابح الجائزة، يا حسين وانت رابح الجائزة. يصلح للطم، تلاحظون فيه إيقاع سريع والرثاء يحتاج إلى شيء بطيء. إذن قلنا هذا الوزن يصلح للطم ولا يصلح للرثاء. الوزن الثامن وهو أبو الأوزان، بل الوزن الأصيل الذي تلبس به كل الخطباء دون استثناء، واسمه النصاري النصاري. الوزن الثامن من أوزان الشعر الشعبي النصاري، وأصله الوافر، ميزانه مفاعلة مفاعلة فعول، بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول. لماذا يسمى النصاري؟ أحسنت، لأن أول من نظم، شون الفائزي، لماذا سمي الفائزي؟ لأن أول من نظمه ملا علي بن فائز الأحسائي. النصاري إنما سمي النصاري لأن أول من نظمه الشيخ محمد بن نصار الشيباني، وهو مرجع تقليد من مراجع الدين العظام في العراق، ولكن تنازل عن مرجعيته العلمية وخلد نفسه بملحمة تحكي مصرع الحسين عليه السلام من الألف إلى الياء بقافية هي الراء، فروى المقتل بكل تفاصيله، وأصبح الخطيب الذي يحفظ النصاريات خطيبا كاملا يؤدي ما عليه تجاه المنبر المقدس. نظمه رباعي، وقد نظموه على شكل ملاحم، عدة من الشعراء اقتفوا أثر الشيخ محمد بن نصار، منهم الشيخ محمد حسن دكسن وله الروضة الدكسنية، وتلته الروضة الخضرية، كما نظم السيد عبد الحسين الشرع في الجزء الأول من منهله ملحمة تنتهي بالميم. مثال من النصاريات الكبرى، جاب ومدد ما بين خوته، قعد عدهم يويلي وهم موت، بس ما سمعن النسوان صوته اجت رملة تصيح الله أكبر. من نوزنها شوفوها وافر، بحر الوافر. النصاريات اللي يسمع مقتل الإمام الحسين عليه السلام بصوت الخطيب الخالد الشيخ عبد الزهراء الكعبي قدس الله سره الشريف،
يجد الكثير الكثير من النصاريات في هذا المقتل. النصاريات تقرأ بعدة أطوار، منها اكتبوا أولا الطور الكعبي، الطور الكعبي، وهو على الشكل الآتي: جاب ومدد ما بين خوته، قعد عيدهم يا ويلي وهم موته، بس ما سمعني النسوان صوته، اجت رملة تصيح الله أكبر. هذا هو الطور الكعبي الذي ينسجم انسجاما كليا مع المقتل، وطريقة الشيخ الكعبي أعلى الله مقامه في جنان الخلد لو تلاحظون على وتيرة واحدة: لما أصبح الحسين عليه السلام يوم عاشورا قام خطيبا في أصحابه. المقام نفس المقام، الصوت نفس الصوت، النبرة نفس النبرة، لا بها طلعة ولا فيها نزلة، سكة سوية تمشون عليها. كل الأبيات النصاري لو تقرؤونها على هذا الطور وهو الأشجع والأروع، وكأنما خلق النصاري لكي يقرأ بالطور الكعبي. ويقول بعض الخطباء المعاصرين من أساتذة الخطابة أن هذا الطور اسمه الزريجي، كما يقول أخي وعزيزي صاحب الفضيلة الخطيب الشيخ محمد الهنداوي في كتابه تعليم الخطابة الحسينية دون معلم، ولكن لم أسمع بهذا الاسم من الخمسينات إلى يومي هذا. اسم مبتكر لكي يبخسوا حق الشيخ الكعبي في هذا الإبداع الذي جاء به، ولا يسع خطيب من خطباء المنبر الحسيني أن يتجاوز هذه الطريقة في قراءة المقتل، وكأنها منحة ووسام إلهي خاص لهذا الصوت الحزين الخالد المخلص لله وللحسين وللزهراء عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الطريقة الأولى قلنا طريقة الكعبي، الشيخ الكعبي في أداء هذا الطور. ممكن أن نعيد مع بعض من أول: جاب ومدد ما بين خوته، قعد عيدهم يا ويلي وهم موته، اجت رملة تصيح الله أكبر. بارك الله بكم، بارك الله بكم. يمكن كذلك قراءة النصاري بطور المثكل العراقي: والله جاب 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 ومدد ما بين خوته، قعد عندهم يا ويلي وهو موته.
موته والله بس ما سمع من النسوان صوته اجت رملة تصيح الله أكبر. وهذا كذلك من الأطوار المشجية التي يمكن أن نؤدي بها الوزن النصاري. أما إذا كان الخطيب أو القارئة متعب أو متعبة ويحاول أن يلقي بمسؤولية ختم المجلس على المتلقي على الجمهور، فيمكن أن يقرأ هذه الأبيات بطور العاشوري الذي ابتدعه مطور الأطوار بل مبدع الأطوار أستاذي وأخي وحبيبي صاحب الفضيلة الشيخ مرتضى الشاهرودي، متع الله المسلمين بطول بقائه. يعني لكي نحرك الجمهور ولو أنه لا يرتضي قراءة النصاريات بطور العاشوري، لكن أنا يوم 9 يوم 10 متعب، حنجرتي متعبة، أحاول أن ألقي بهذا الثقل على المتلقي، أحاول أريح نفسي شوية، أعطي مجالي وين وياي، أقرأ هذه الأبيات بطور العاشوري هكذا. لأن أستاذنا الشيخ الشاهرودي يقول إنما خلق طور العاشوري فقط للنعي المجاريد، نعي المجاريد، تجاوزا سنتعلم كيف نؤدي النصاري بطور العاشوري تجاوزا. قلت إذا كنا متعبين جدا. والله جاب جاب ومدد ما بين أخوته قعد عدهم يا ولي وهم ماته أرخيت لكم العنان لكي تكملوا فتقفوا تقفوا على الضعف، ضعف أداء طور العاشوري لأكثر من بيتين، أكثر من بيتين ممل، يمل الجمهور من الصراخ معك. إذن نقرأ الصدر الأول والعجز الثاني بطور العاشوري، أما الثالث والربط نحوله إلى المثكل فإنه أشجع وأوقع في قلوب الناس. هكذا نعيد هذه التجربة. والله جاب جاب ومدد ما بين أخوته قعد عدهم يا ولي وهم والله بس ما سمعن النسوان صوته
اجت رملة تصيح الله يا رأيتم كيف أن التحويل من العاشور إلى المثكل كان أشجع ومريح للقارئ ومريح للمتلقي. لا تسبب الملالة للمتلقي من الإلحاح على طور من الأطوار، إنما نحن نتعلم التنوع في الأطوار لكي يبقى المستمع منشد إلى القارئ من أول دقيقة في المجلس إلى آخر الدقيقة 45 من المجلس الحسيني، وما تجاوز تلك الدقائق 45 فإنها تذهب كالهواء في الشبك، لأن المتلقي بعد الدقيقة 45 لن يتلقى ولن يتقبل شيئا، لاقطاته تغلق تماما. إذن الوزن الأهم في المراثي الحسينية وزن النصاري، وأصله بحر الوافر، وستجدون أن العتابة اللبنانية والشامية والعتابة العراقية التي يحبها سكان المنطقة الغربية والأبوذية العراقية التي سنأتي على شرحها وطرق أدائها، إنما هي من نفس البحر ومن نفس الوزن، ولكن الاختلاف في طريقة النظم وطريقة التأليف، حيث أن العتابة والأبوذية تشتمل على جناس اللفظي، الكلمة واحدة ولكن المعاني الثلاث مختلفة. إذن هذا الوزن، وزن النصاري على الخطيب الحسيني والقارئ الحسيني أن يحفظ الكثير الكثير من هذه الأبيات ويستعد لأدائه بطور الكعبي وطور المثكل. هل ممكن أن نؤديها بأطوار أخرى؟ أقول نعم ممكن، ولكن ليس من المألوف، ليس من المألوف أن تؤدى بأطوار أخرى، كما نوهت بأن أستاذنا الشيخ الشاهرودي دام عزه ينكر على الخطباء إقحام العديد من أوزان الشعر الشعبي أو الفصيح في طور العاشوري الذي هو صممه للنعي المجاريد فقط ودون إطالة، بيتين يعني أنتين يأنها الجمهور تشجي القلوب ولا تسبب الملالة عند المتلقي. الوزن التاسع من أوزان الشعر الشعبي العراقي الذي قلنا عنه سهوا في بداية هذه الحلقة، التجليبة، وهو وزن غنائي. التجليبة أصله مجزوء الهزج، الهزج شنو قلنا؟ مفاعيل مفاعيل، صح؟ أخذنا البحر الطويل، مفاعيل مفاعيل. التجليب تضيف لها مفاعيل ثالثة، صار ثلاث مفاعيل، مفاعيل مفاعيل مفاعيل.
لأن أول من نظم هذا اللون من الشعر امرأة عاشقة كانت تتقلب على فراش الأمل طيلة الليل، فلما أصبح الصباح لاحظ أهلها عليها بأن عيونها محمرة من شدة السهر، فقالوا لها: ماذا جرى لك؟ صاير عليك؟ قالت: لجلبنك، يعني أقلبك، لجلبنك يا ليلي 12 تجليبة، 12 مرة أن يتقلب على فراش الأمل، لجلبنك يا ليلي 12 تجليبة تنام المسعدة السعيدة في حياتها الزوجية والتي نالت مرامها. ماذا على بالها؟ تنام المسعدة وتقول: مدريبة، لأن لا أشعر بطول الليل، لكن هذا السهران على أمل لقاء، على أمل معين، على أمل سفر، الليل يطول عليه. فسموا هذا الوزن التجليبة، أجلب يعني أقلب. إذن هذه تقلب الليل 12 مرة لأنها لا تستطيع النوم. وقلنا أصله مجزوء الهزج إضافة لمفاعيل. نظمه رباعي وانتشر بعد السقوط، يعني بعد 2003 انتشر نظم هذا الوزن الشعري الآن في العراق. كل الشعراء غالبا يكتبون من هذا الوزن، ولكن قصيدة شبه الشعر العمودي 50 بيت 20 بيت 30 بيت دون رابط، دون ضابط للمسألة، يسموه القصيدة المفتوحة، قصيدة المنصة القائية، يعني لا تصلح إلا للمنصة. أما المثال الذي نضربه لكم فهي قصيدة لأمير الشعراء الشيخ كاظم منظور الكربلائي رحمة الله عليه، يباري بها قصيدة لأمير الشعراء السابق له المرحوم الشيخ عبد الأمير الفتلاوي، هذا الرجل الذي كان له ديوان من الشعر وكان الخطباء يحفظونه من الجلد إلى الجلد، ويسمى في وسط الخطباء قرآن الخطباء، يعني من حفظه أصبح خطيبا يستطيع أن يدور في الأرياف العراقية ويقرأ مقاتل كاملة، مجالس كاملة من قوة شعر المرحوم الشيخ عبد الأمير الفتلاوي. الفتلاوي كتب قصيدة للطفل الرضيع على لسان حال الرباب، يقول فيها: آيبني شقول عليك، آيبني دولبني زماني بيك، دولبني دولبني يعني وضعني مثل ديلاب الهواء تصعد وتنزل، هذه شكوى من الرباب من الزمان لولدها، تقول له: آيبني شقول عليك، آيبني أنا دولبني زماني، يعني كنت في أعلى عليين ونزلت إلى أسفل سافلين، الآن فقدت كل شيء. فباراه الشيخ المنظور وقال له: لا تقل هكذا، يقول: يا ابني رملة، تخاطب القاسم: يا ابني ضيعتني بضيعتك مني، دوهني يعني شتت أفكاري، دوهني زماني بيك، دوهني. وأرى أن هذا البيت أقوى بكثير
دولبني يعني قلب كياني من فوق لتحت، بينما دوهني شتت أفكاري. وهذه المصيبة أعظم وصياغتها أروع، إلى حيث انتهى وقتنا في هذه المحاضرة. إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنؤدي مع بعض الأطوار التي يمكننا أن نؤدي بها وزن التجليبة، إلى حيث انتهى بنا المطاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على نار ترجع يهرب لبارد ويا ابن سعد وابن سعد في القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.